السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم ديك خواصون بواحد الطريقة سهلة جدا، كيجيو رائعين كيف كتشوفوا الشكل ديالهم وحتى المذاق، حيتاش غنحضرهم بزبدة حيوانية. معروف ان هاد الزبدة هادي كتعطي البنة للبتي بان والكخواصون، ولكن هي كتعذب شوية في التورق، داكشي علاش كنحضرهم بالزبدة التورق. اليوم ان شاء الله غادي نحضرهم بزبدة الاكل او زبدة حيوانية بواحد الطريقة ورق سهله جدا، وممكن حتى بالنسبه للمبتدئات يستعملوها وتنجح معاهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم تعليق ومشاركه الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. غادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الدقيق، كيف كتشوفوا كميه قليله، من الاحسن يكون الدقيق نوعيه جيده. غنحتاج الماء الدافي اللي غنعطيكم بعد العبر ديالو. غنحتاج جوج معالق السكر حبيبات، معالق كبارين، ملعقه صغيره ديال الخميره حبيبات، وبعض قطرات ديال الخل سواء هذا او الخل الابيض اللي كان متواجد. غنحتاج جوج معالق كبارين ديال زيت نباتيه، وغادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده حيوانيه او الزبده ديال الاكل اي نوع كتفضلوه غادي كتشريوه غادي تستعملوه. فكنوضع كيف كتشوفوا معايا الدقيق وكنضيف عليه جميع المكونات. هنا عندي الدقيق كميه قليله، فانا تعمدت نعمل كميه قليله باش حتى المبتدئات يزعموا ويحضروا هذه الطريقه هذه، يعني واللي بغات تضعف الكميه تضعفها. فالكميه قليله دائما ما كنعكزوش عليها. كيف كتشوفوا ضفت المكونات كاملين اللي هما السكر الخميره الخل والزيت، وغنبقى نضيف الماء دافي. بالنسبه للماء فعندي هنا كاس العنبه او كاس حياتي كامل، ولكن كيف كتشوفوا ما غادي نستعملوش كامل، غنعطيكم بالضبط وغتشوفوا بعينكم شحال تخلي في ربع كيلو الدقيق. العجينه خاصها تطلع شويه قاصحه، يعني ما تطلعش خفيفه. كيف كتشوفوا انا استعملت الثلثين ديالو، والثلث هو هذا كيف كتشوفوا ما ضفتوش، يعني في هذه الكميه هذه تخلي ثلثين كاس حياتي او كاس العنبه. صافي كنشوف بان العجينه ديالي ما بقاتش باغيه الماء، ضروري تكون العجينه قاصحه شويه وشبره راسها كيف كتشوفوا ماشي خفيفه. وغادي ندلكها غير شويه، ما غنحتاجش انني نعجنها او ندلكها مزيان، لانني غادي نورقها وهذاك التورق كيتعتبر بمثابه العجن. فغير غنجمعها هكذا شويه. كيف كتشوفوا العجينه شبره راسها، كل ما كانت قاصحه كل ما كتجي احسن، لان البتي بان او الكخواسون اذا طلعناهم خفافين كيجيو معجنين. فغادي نوضع شويه الزيت هنا كيف كتشوفوا، غادي نوضع العجينه ديالي ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. كنعاود نذكر العجينه ضروري خاصها تكون قاصحه شويه ما تكونش خفيفه، وكتعطينا حتى التورق. فغادي نخلي العجينه ديالي حتى تخمر، وغادي نمشي نحضر واحد الخليط اللي غادي نورق به حتى هو، اللي فيه 3 معالق صغارين ديال النشا، غنضيف عليهم واحد الملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه كيف كتشوفوا. اذا ما توفرش عندكم النشا او المايزينا ممكن تعوضوه بالدقيق الابيض، غير هو كان ضروري هاد التخليطه هادي باش كتعطينا يعني باش هي اللي كتعاوننا على الزبده ديالنا ديال الاكل ما تذوبش. من بعد ما خمرت العجينه ديالي كيف كتشوفوا، صافي غادي نحيدها من هنا او غادي نخرج منها هذا الهواء هذا اللي اكتسباته. كنوريكم القوام باش تشوفوا بان القوام ديالها كيكون جامع راسو ماشي خفيف. كنعاود نذكر بان العجينه ديال الكرواسون بتي بان كل ما كانت خفيفه كل ما كيجيو معجنين وكيجيو خايبين. فكنرش سطح العمل بالدقيق كيف كتشوفوا، رشوا الدقيق ما تخافوش، وغادي نوضع العجينه ديالي وغادي نطلق. فانا عاده كنطلق العجينه يعني على الواجهه وعلى الظهر، ثم طلقوا كيفاش ما بغيتوا الطريقه اللي كتريحكم. انا تنسى هكذا تعلمتها هكذا وبقيت كنعمل هذه الطريقه هذه. فغادي نطلق العجينه ما تكونش رقيقه بزاف، وغادي نحاول انني نجيبها بشكل مربع او لا مستطيل، ما نجيبهاش دائريه باش ما تضيعليش العجينه بزاف. بعد ما طلقتها بهذا الشكل كيف كتشوفوا هيا، غادي نجيب الزبده. بالنسبه للزبده الكميه 125 غرام كيف كتشوفوا ذوبتها حتى دابت، يعني حتى ساحت مزيان، ومن بعد خليتها في الثلاجه حتى بردت وجمعت راسها. ومن بعد كنخدمها هكذا بهذا الشكل باش كتكون على شكل بوماد، كندهن بها العجينه ديالي، كندهن مزيان
كندهنها كامله. هذه الكميه هذه كندهنها كامله، يعني 250 غرام د الدقيق دخلت لي فيها 125 غرام د الزبده. بعد ما كندهن الزبده بهذا الشكل هذا، كنرش عليها هذاك الخليط اللي شفتوا معايا، د النشا والخميره الكيماويه. انا هنا سحب لي كيتصور ولكن ما تصور لي شي، ولكن معليش. من بعد ما رشيت النشا كيف كتشوفوا، قطعت هذاك المربع اللي شفتوا معايا قطعته على اربعه، قطعته في الوسط، ومن بعد كل نصف قطعته على جوج، وكنبدا نلوي بهذا الشكل هذا. كنلوي الشريط الاولي هكذا، ومن بعد كنوضع هذاك الشريط الاول. انا كنجمع الجنيبات كيف كتشوفوا، كنقدم، ومن بعد كنوضع هذاك الشريط اللي لويت كنوضعه في الشريط الاخر، وكنعاود نثني بهذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الطريقه واضحه، اذا ما فهمتوا شيء خليوها لي في التعليقات نزيد نشرح لكم. كنبقى نثني ونحاول نسرع يدي باش الزبده ما تذوبش وتسيح معايا، فكنعاود نثني بهذا الشكل هذا، وكل شريط نيتو كنوضعو في الشريط الاخر. غادي نقرب لكم الكاميرا وكنقد بيدي هكذا، ما كاين حتى شي مشكل. هكذا كيعطيني واحد التورق اللي هو غزال، واحد التورق كتير ما شاء الله. وهذا اللي تنيت هذا غادي نوضعو في الشريط هذا الاخراني كيف كتشوفوا معايا، وكنعاود نثني. ودائما وانا كنقد الجنابات هكذا كنتعاون الزبده ديالي باش ما كتخرجنيش. كيف شفتوا الطريقه سهله جدا، ويمكن لاي وحده تعملها ان شاء الله، وغادي تنجح معها هذه الطريقه. فكنتني هكذا بهذا الشكل، وانا كنقد الجنيبات ديالي كيف كتشوفوا صافي. بعد ما كنسالي كيف كتشوفوا، غتشوفوا معايا واحد التورق اللي هو غزال وكثير ما شاء الله، بواحد الطريقة سهلة وفي أقل وقت وفي أقل وبأقل مجهود. فغادي نوضعها دابا في الثلاجة باش تبرد وما تسيحش معايا الزبدة بسخانة دي يدي ود المطبخ. غادي نوضعها في بلاستيك وغادي ندخلها للثلاجة واحد المدة من 10 حتى 15 دقيقة، تبرد معايا العجينة وأيضا تبرد حتى الزبدة. طريقة الصراحة تستاهل، لأن فعلا الكخواسون كيجي رائع وفيه واحد المذاق اللي هو تحفة. من بعد 15 دقيقة كيف كتشوفوا جبدت العجينة ديالي، وغادي نطلقها بالدلاك. غير في الأول كنطلقها غير بشوية، فكيف كتشوفوا كنوضع الدقيق يعني سخية في الدقيق، ما تخافوش وخا ما نقولوش يتقصح العجينة، وكنضغط عليها بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنطلقها. ودائما كنحاول نجيب العجينه ديالي على شكل مربع او شكل مستطيل باش ما كنضيعش في العجينه بزاف، ونبقى نعاود الخدمه بزاف د المرات. من بعد ما كنطلق العجينه ديالي هكذا كيف كتشوفوا، بغيتو نتوما ما تبقاوش تقلبوا في العجينه، ما تبقاوش انا تنس بهذه الطريقه هذه. فكنطلق العجينه ديالي كيف كتشوفوا هكذا، وكنقطع هاد الجوانب غير باش كنقد العجينه شويه. غنقطع هذا اللي على اليسار واللي على اليمين فقط، اللي لتحت والفوق ما غادي نقطعهمش. من بعد ما غنقطع هذاك اللي على اليمين، غادي نشق العجينه ديالي على ثلاثه، او غادي نقسمها على ثلاثه الشرائط هكذا، يا اما تقسموهم بالطول يا اما بالعرض، الطريقه اللي غادي تريحكم. بعد ما غادي نقطعهم هكذا على ثلاثه، غادي نقطعهم على شكل مثلثات كيف غادي تشوفوا معايا دابا. ممكن تحضروا اذا بغيتوا واحد الورقه هكذا ترسموها على شكل مثلث، وبها تبقاو تقطعوا العجينه ديالكم. وغادي نبقى نقطع العجينه هكذا على شكل مثلث. دائما من الراس كنمشي لهكذا، ونحاول نجيب القاعده ديال المثلث ديالي يكون قد قد، غير باش كيجي هكذا الشكل ديالهم تقريبا مقد وصافي، يعني تقريبا قد قد. فكنبقى هكذا من الراس كنهبط القاعده، او من الراس كنطلع القاعده ديال المثلث اخر. هذا اللي قلت لكم القاعده ديال المثلث خصها تكون تقريبا قد قد. من بعد ما كنسالي هاد الاشرطه هذا السمك كيف كتشوفوا، العجينه اللي قلت لكم ما نطلقوهاش بزاف باش كنخلي العجينه فيه تنفخ وتورق. اذا طلقتوهم بزاف او طلقتوهم رقاقين بزاف، فكونوا متاكدين ان لي كرواسون ديالكم غادي يموتوا على بعضياتهم، او ما غادي يتنفخوش وما غادي يطلعوش. فحاولوا تخليوا العجينه شويه هكذا يعني غليظه، ماشي رقيقه بزاف، ما ترققوهاش. وكنشق المثلث ديالي هكذا من القاعده كيف كتشوفوا، وكنبدا نلوي. كنجر الراس هذا كنجرو بهذا الشكل هذا، وكنلوي بيدي مرخوفه ما كنجمعش باش كنخلي العجينه ديالي فين تنفخ وتورق.
الطريقة اللي هي سهلة جدا، وحتى الطريقة ديال التوراق كيفاش شفتو سهلة جدا جدا جدا، وكتجي رائعة وما كتاخدش منها حتى شي وقت، بالعكس اقل مجهود من واقل وقت ايضا من الزبدة ديال التوراق اللي كنورقوا بها. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا، وكنلوي الكرواسون ديالي دي مرخوفة باش كنخليهم فين يتنفخوا، كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنسالي المثلثات اللي عندي كاملين. الطريقه اللي هي سهله وصراحه كيستاهلوا انهم يتحضروا هاد الكرواسون هكذا بهاد الزبده، ونعطيوهم الخاطر ونعطيوهم الوقت، لانهم فعلا كيجيو المذاق ديالهم مخزال، وكنعرفوا ان الكرواسون اللي كيكونوا محضرين بالزبده ديال الاكل او الزبده حيوانيه كيكون الثمن ديالهم تبارك الله زايد وزايد بزاف، ماشي غير شويه. وهادو الجوانب اللي كيشيطوا لي اللي قطعت كنوضعهم فوق بعضياتهم، ما كنجمعهمش ونكورهم، كنوضعهم فوق بعضهم او كنتنيهم بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنطلقهم بالدلك هكذا كيف كتشوفوا. كنحاول ايضا مره اخرى نجيبهم على شكل مربع او شكل مثلث باش ما كنضيعش في العجينه ونبقى نعاود الخدمه. صافي كنحاول نقدهم هكذا، وكنعملهم حتى هما بنفس الشكل، وكل ما بقات العجينه كل ما كنحضرها بنفس الشكل هذا كيف كتشوفوا، يعني دائما فوق بعضياتها عاد كنطلقها. من بعد ما كنسالي الكميه كامله كنوضعهم في الصينيه اللي مفروشه او مفرشه بورق المطبخ، ونعملهم بعادين شويه، نعملو حسابنا انهم باقي غادي يخمروا وغادي يتضاعف الحجم ديالهم، وحتى ملي غيدخلوا للفرن غادي يتضاعف الحجم ديالهم. فهنا كيف كتشوفوها غنخليهم هكذا، غنخليهم حتى يخمروا، ها هما من بعد ما خمروا غادي ندهن الوجه ديالهم باصفر بيضه اللي خففتها او طلقتها بشويه ديال الحليب كيف كتشوفوا. بالنسبة لهاد الكمية هاد اللي عطيتكم خرجت لي 20 حبة ديال الكرواسون او ميني كرواسون، اذا بغيتوهم كبارين ممكن تخرجوا الكمية اللي بغيتو والحجم اللي بغيتو. كيف كتشوفوا هاد الصينية هادي عطتني، عملت فيها 15 حبة، والصينية هادي صغيرة فيها 5. ضروري ندخلوهم الفرن اللي يكون مسخن مقبل على درجة حرارة 180، اقل شيء 11 دقائق يكون مسخن مزيان عاد كندخلو الكرواسون ديالنا، حيت اذا دخلناهم والفرن بارد غير شويه كونوا متاكدين ان الزبده غادي تخرج وغادي تسح وما غادي تورقوا لكم شي وما غادي تنفخوا ولا حتى حاجه. فضروري الفرن كيكون مسخن باش كيف كندخلوهم كيتشمعوا والعجينه كتشمع وكتنفخ وما كتعطيش فرصه للزبده باش تخرج، وكنخليوهم حتى كيتحمروا. كنعاود نذكر 180 درجة على الأقل 11 دقائق يكونوا مسخنين، وندخل الصينية في الوسط. كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي رائع، والرائحه اللي طالعه منهم الزبده كتجي هائله، ماشي بحال لي كرواسون اللي كنحضروا بالزبده التوراق كتكون شويه المذاق ديالهم كيكونوا على قدهم، وحتى في المخبزات كيكون الثمن ديالهم ناقص. هادو كيتباعوا ما شاء الله، يعني هادو الصغارين كيكونوا 3 حتى 4 دراهم، والكبارين كنشريوهم ب7 دراهم، راه الثمن تبارك الله ماشي سهل. فافضل اننا نحضرهم في البيت كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، فهما باقي سخونين بزاف ومقرمشين، فيهم واحد التقرميشه غزاله، وكيف كتكي عليهم كيدخلوا في بعضيتهم. فانا غادي نحاول وحده اخرى نقطع لكم بالسكين باش تشوفوا حتى الداخل ديالها كيفاش كيجي، لان ملي كنقطعوهم بيدنا وهما خفافين بزاف كيهبطوا مورقين وهائلين كيف شفتوا. ما شاء الله 20 حبه ميني كرواسون بربع كيلو دقيق، راه الخير والبركه. ممكن تعملوهم كبارين على هكذا، يعني الحجم مضوبل على هذا، تخرجوا منهم 10 12. وهذا الشكل ديالهم كيف كتشوفوا من الداخل، واحد التقرميشه اللي فيهم والرائحه والمذاق ما نقول لكم شي صراحه تحفه، كيستاهلوا بزاف اننا نحضروهم. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم طريقتي ما تبخلوش عليا بجيم تعليق ومشاركه الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وايضا باش تشجعوني وتدعموني اكثر واكثر، وخليوا لي تعليقاتكم اذا جربتهم هكذا. صراحه تعليقاتكم كيفرحوني وايضا كيشجعوني باش دائما نجيب لكم الحاجات اللي هما ينفعوكم والحاجات اللي مزيونين بزاف. كيف كتشوفوا الشكل ديالها رائع، وكنأكد حتى على المذاق اللي كيجي تحفه، فما تبخلوش عليا بالتشجيع والدعم، وانا هنا كنقول لكم كيف ديما الصحه والراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.